أما الآن فمع آخر فقراتنا في هذا الحفل، فرقة نور الزهراء الإسلامية لعرض مسرحية عنوانها ثمار، فاستقبلوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله يا الله، ساكم الله بالخير. وين بيتنا؟ اي هاي الزراعة. يا علي يا علي، يا ربي يا ربي، انا لو خالق النم فريق المخارقة مو احسن من هالفريق؟ لا يا الله، حي الله الجار الجار. قصر على الصوت قصر على الصوت. سلام عليكم. سلام الجار، حياك حياك، استريح، ساك الله بالخير. الأحوال يا الجار؟ الحمد لله، شو أحوالكم؟ إن شاء الله زين. إن شاء الله زين. حيا الله الجار. حياك الله. وش أحوالك يا الجار؟ الحمد لله. حياك الله. الله يسلمك يا الجار. إن شاء الله زينين. بخير. نظف جبهتك. السلام عليكم. هاي جبهتك. جبهتك فوق. مالت عليك. لا أردها لك يا الجار. يا الجار، اليوم في صلاة الجماعة الشيخ جاب عن سجدة الجبر. تعرف تسبيحة الجبر؟ تعرفها؟ تسبيحة هذه أخذناها في الصناعة ثانوية. تسبيحة الجبر أخذتها في الثانوية؟ تسبيحة الجبر. إي أنا فكرت حساب الجبر. ايه. تسبيحة الجبر هذه عند بعض الفقهاء المعاصرين مستحبة. نعم. وبعضهم مستحبة ذكرني. مؤكدة؟ مؤكدة، رحم الله والد الله أنسلون. وبعض الفقهاء القدامى رحمة الله عليهم عندهم واجبة. نعم. زين؟ هذه قص علي عبالي. كل شي تعرف. لكن يا الجار، من شربك استكانة شاي عمرك ما شربتها. علي! علي! أنا مجنني هالولد. جيب دلة الشاي. يلا روحوا. الله يغلبك أنت وأمك، روح. الله يهديك. أحد يدعي كذي مو زين يدعون. طاولنا الاستكانات صوبك القلاصات، طاولنا، رحم الله والديك. تفضل. باشربك شاي عمرك ما شربته. تفضل يا الجار. احسنت. ما حطيت شيء. اما انا هذا شاي، هذا حاط المسمار اللي في الدنيا كله. جويد. انت تعرف تشرب شاي انت؟ لا ما اعرف. ايه. لكن يا الجار، بصور اياك صورة. لاوه هذه يا الجار، اذا انت مت تكتب مع الجار العزيز. نعم. نطلع على شيطانك ان شاء الله. انت جار؟ انت انت صدق ما انت جار؟ انت ولا تصرح جار بعد. انا اكبر منك الحين، مفروض تحترمني تقول هالحكي لي. هذا زعلت. نطلع على الشيطان. خليك هذا تقرب منه. وهذا الفاني بعد واطي بدنا الله هنا اقول سجل زراعه سجل زراعه. فضحتنا انت، فضحتنا الله يغربيل. انت وش فيك؟ كل شوي ورايح فوق. وش فيك؟ قال بصح الماي. وش فيك؟ قال الدش. وش خلفت حتى دك سترنا انت؟ اي ستر واي عرض يا ابو محمد، استغفر الله العظيم. شوف انت حقتنا حتى من الدريشه مالت بيتنا ما نقدر نطلع، ومن بطل الدريشه نطلع لواحد كنا حمامه يا كريم واقف هناك. بعد وش تبانا اسوي يا ابو محمد؟ هالبيوت القديمه كذيها تعبانه مثلك، كل هليكات. انا اذا ما اسوي ليك البيت يطيح علينا يا ابو محمد. يعني لا بيت اسكان ولا منك انت. شوف ابوي، شوف انا هذا كل الحكي اللي قلته ما يعور قلبي ولا شيء. بروح اشتكي عليك في بليز خانه. او تهدد يعني؟ اي نعم، وباسوي عليك روبوت. سمعتي؟ وديك بليز خانه والمحكمه بعد. تدري؟ ايه؟ اعلى ما في خيلك ركبوا اللي بتسوي. انت تعرف ما عندنا خيول، عندنا بقر. احلبها عجل. يو صدق انت الحين كلامك يعني وي حوله عيون الشيطان ان شاء الله. لا تركب. الله لا يصلحكم. يلا روح روح. والله عظيم. الله عظيم. جيران كذي احد يسخن جي فريد والاخر وياه. عندك اياه عندك اياه. والله العظيم. غلوا الزراعه. الله يا الزراعه. الله ما يدرى عظيم. وايش رايك في الزراعه يا الجار؟ الله.
شغل لنا شريط. ظلمتينا وكم كنت هاي تودينا في داهية. شوي شوي وش انت هذا مجنون هذا خش بارك صراحة البارك إذا تحصله في هالفريق نفس المعاش في الشهر مرة. تعال في شانس بعد تعال ادعم خلنا نفتح منه ايه تعال بعد في شانس الله خش بارك مضلل الادم انت برو اي عورت البنات بعمتك من هنا بابكم منك انا موقف مو صوب بابكم يلا خم هذا يسمونه باب عسى تمسك عليك بيبان الجنه بعمتك من هنا شوف وليش مسوي لك بابين هذا مو من شؤونك لا انا اشوفك تطلع من هذاك الباب ليش مسوي لك باب مني هذا مو من شؤونك اقول لك باع عمتك عورت البنات انت تدري ان انا ما اسبح قد ما اغسل السياره معلوم النظاف ما تسوي هالحركات بعد مو ترك ما لم بعد انه ولا بتسوي سوا اقول لك بعد مو ترك منه ما لم بعد انه وانت ثانيا شوف زراعك ركبت فوق بيتي انزين وثانيا الشينكو طالع نص الشارع العام ايه يعني هذا ملك عام للناس نعم. مو بس لك انت وهل مياه اللي عافز بهالفريق مو من شؤونك لا تغير الموضوع انت بتدفع البيله لان انا كل يوم اغسل سيارتي وجوعي دقيقه واحده والعوزه بعد موتك من هنا عفر لما تفضلت البنات بعد موتك من هنا ما لم بعد انه اقول لك بعد موتك من هنا انت من قد هالحركه اللي سويتها ايه متاكد ايه شوف انا توي طالع من بيتنا متهاوش يا زوجتي الله لا يصلحكم ورحت الشغل وزفني المسؤول زف يعني موصل حدي وتجي انت بعد سولي هالحركه انا هالقصه كلها ما تجيب راسي انا بتباعد مو ترك احسن لك ما نباعد انه اقول لك بعد مو ترك ما نباعد انه ما نباعد انه نسواننا مو عارف تطلع وديش بعد موتة نسوانك خلهم يتغشويون يتغشويون ما يتغشويون مو موضوعنا بعد موضوعك بعد موتر شوف اتباعد عني لا الحين اطلع التدريب لف الصالة كله عليك وش بتسوي وش بسوي لحظة شوي ترى شوف دراعي شوف هني كاكو وهني حليب يعني دراعي يسمونه كاكو بالحليب وتدري انا وش يسموني وش يسمونه جعفر تيجر تعرف يعني شنو جعفر تيجر ايه هذه فصيلة من الحيوان انا حيوان ايه انا كل عني حيوان علي يا جماعه انت من وين انا وين جايبه هذا تمثيل واحد يقوم جوده عريبي روح تعال هذا من فوقكم مديركم ده انت من خلاك تجي فوق يعني خربت مسرحيتنا انت قعدتها وشو هنا عريبي شوف لك حل هذا تمثيل حجي مو كذي هواش حوله بالشباب خلنا نمثل حول روح تمثيل هم فريقكم ده همدير انتهم خلفوهم اسمك ايه هذا ايش لا تعور الجهال لا تعور حاسب همديرتكم روح الله يهديك روح
هاي صاحي هو؟ لا جاي منه؟ تعال خو خلنا نكمل تعال. لا تخاف تعال خلنا نكمل. عندي عقدة المجانين وش فيك؟ هاي أنا فاني مرة يسوي كذي تعال. روح روح كمل روح الله يهديك. عندي عقدية المجانين. روح لا ما يجي ما بيجي ما بيجي أخوي جودة عقيل. عقيل رحم الله والديك جودة. جودة 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 جودة. تعال دافع الماي في البلابل. وين وصلنا؟ نرجع لسالفتنا الكاكو الحليبة. ايه وصلنا هنا. شوف دراعي اكو يطالع. شوف دراعي مو جاي مو جاي. اقول له هاي من صدقك يبين عربين واصله واصله جوده. ها صادني شي في دمك. ها والله ما له الا الكرسي هني. انجا الحين ان شاء الله. شوف دراعي هني كاكو وهني حليب. يعني دراعي يسمونه كاكو بالحليب. هاي كلها يعرفونه قلنا غيره. اوكي وين وصلنا؟ شلخه علي علي جار جار. يا ابو محمد اتبعد عني انت. كفاية حمامك زدانة عافس لي البيت من فوق لتحت. اتبعد اتبعد عني. زيلة زيلة. ايه اتبعد عني. وعد ابو محمد خد راحة خد راحة ابو محمد. اي 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 عيوني ما ثبتني. ما قدرت عليه. ثبتي ما قدرت عليه. بعد عن الجهة بعد عن أخلك مرة أشوفه. قلت لك هذا واقعنا وهذا حالنا. أحد يقدر ينكره؟ أكيد لا. بس وش اللي خلانا نوصل إلى هذه الحالة؟ حب الأنا، عدم التسامح والعفو، حتى صارت قلوبنا ضيقة. وش صار لو غيرنا فكرة ما عليه أو أسلوب؟ راويك راويك. وش راح يصير؟ خلونا نعيد عجلة الزمن ونعيد نفس المشاهد. لا لحظة بعد بعد ما خلصنا احنا بعد. ليش يا اخو؟ ما يحتاج القميص كذي. لا 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 قصر على الاغاني. السلام عليكم يا الجار. ورج هذا لا تسمع الى شيطانك ونفسك الاماره بالسوء، واذكر توصيات الرسول الاعظم بالتعاون والعفو. حياك يا الجار بركن. حياك حياك بركن في الفا. لا يا الجار اخاف يجحم من اولادك من الشيخ تعبان. لا اولادي متفق اياهم انا ما حد يمنعون احد من البارك. حياك بركن في الفا. لا يا الجار اخاف في الفا حراره هالشمس. حياك يا الجار طاوع اكيد ما ابايكم 100% 100%. حياك بركن. دقيقه اعدل. اي فين اطلال فين اطلال يا الجار؟ اوه التواير الصاوي بعد. الصقها الصقها يا الجار. لا اخاف اشمخ طوفتكم. الله من حلاوتها. حيا الله الجار. وش اخبارك يا الجار؟ حياك الله قواك الله. لا 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 يا الجار يا الجار حياك الله قواك الله يا الجار. يا من الشغل ها؟ ايه تعبان وش اسوي؟ قواك الله تحياك. تفضل يعني يا الجار. لا مستعجل مرة حارسني في البيت والعيال لازم اروح البيت. ما اقدر ما اقدر يا الجار. ما بدي بتغدى يانا لا 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 الله يسلمك يا الجار. عجل برام ها جود هذا غراض حق من الزراعه. اوه زرعتكم تطلع ماي ها؟ سبحان الله سبحان الله. اوه الفرات بعد ها؟ الله يغنيك يا الجار. وياك ان شاء الله يا الجار بالعافيه. ايه اوه انا بعد جايب لك هديه من عندي. وين هي راحت؟ صدق نسيتها. نسيتها ما عليه مرة ثانية بجيبها لك. دور دور يمكن هنا. لا لا نسيتها في الشغل. أنا جايب لك يا طويل العمر جايب لك نافورة. نافورة حقوة
أفورق اقتصادياً بدل ما هالمياه تهدرها في الفريق ويتضايق يقول منك الجيران. أي والله أي والله رحم الله والديك يا الجار. إن شاء الله أجيبها. ما يرد الكريم لليم، لكن يا الجار بعطيك بيزات وأجيبها. لا شنو بيزات؟ وش دهب؟ إحنا أخوان استغفر الله على بيزاتي. لا 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 ما يرد الكريم الليم، الله يغنيك يا الجار. يلا انا لئيم ما علي. الجار تعال نسيت طماطم مالك، نسيت تعال تغدى ويانا. لا بمشي المرض حارس طاوع اروح البيت للجهال ما يتغدون لبي. اي اكيد غداكم سمك. ايه امور. اي خايف من المرض. كيلو باربعة ونص ماخذنا. يمكن سعودي. يا هذا المشهد كيف اشيلها؟ هذا المشهد نور على نور. حجي حسن كظم غيظه وتعاون، وفي المقابل جعفر أهدى هدية وطبق قول الرسول تهادوا تحابوا واشربوا ما. خلونا نشوف المشهد الثاني. يا الله احنا وهالبيت لك الذي كات. هلا هلا بالجار الغالي ساك الله بخير. هلا 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 ابو محمد. متى من ما شفناه؟ والله احنا موجودين هنا. قول مره ما استوى الغدا بقعد وياك شوي. شو احوالك يا جبار العيال؟ هيا للغالي الحمد لله والشكر لله. بس ابو محمد شو عندنا شغل في هالبيت؟ أزدايك بس إذا رحت البيت قبة المشهد. لا لا اليوم عندهم عزية في الماتم ما بيرجعون إلا متأخرين. أكيد يعني ما في أحد. إي نعم إي نعم. رحم الله والديك يا أبو محمد ما تقصر والله. الله يسلمك. ما تبوي بعد ساعتك في شيء غالي؟ لا يا أبو محمد أنا بخبر مستحي منك. اليوم الثاني وراكب إلى هالبيت. بس إن شاء الله إذا طلع لي بيت الأسكان. بيت الأسكان هاي. إيه أوك صغير كله واحد إن شاء الله. إن شاء الله بعدين بعد ما بتشوف رجعك. لا لا ما نستغنى عنك يا حبيبي الجار. لا 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 تقطع. أنا أكيد أكيد يا أبو محمد هذا إذا إذا طلع لي البيت وأنا حي إن شاء الله نزوركم بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. مشكور يا أبو محمد. حياك الله حياك الله. وهذا مثال آخر على الحب والتعاون والنتيجة. الكل نال رضا الله سبحانه وتعالى والعزة والمكانة. هذه ثمار هذه ثمار التسامح والعفو والحب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله شيئان لا يوزن ثوابهم العفو والعدل، فعليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا. حي الله الجاه. الله يحييك. شو الفريش حلاوته شباب شنو في انت شنو في الحين شنو في الحين داشين الفريق الله يلعن شيطانك لحق جاير وهذا ريحه تدهن وسموسه وين جايين انتم وين بيتكم انت سموسه ارباب ايش شكل الجو وين بيتكم صار انت وين هذا بيت بس روح بيت ما في قرقر انت جاي انت جايين هنا وي عيب هذه الشلحه يلبسونها في داخل البيت ما يلبسونها في الشارع فشلتنا روح بيتكم انا تشوف مني انا بيت ما يقدرون عليه ما يقدرون يقاصص اياهم قاصص هذا عفور ابو محمد بيصبغ بيته يتجاززون يتقشمرون يتقشمرون هذا وش لابس هذه اللباس يلبسونه وسط الفريق من ولا اجركم هذا من هو لابس الثياب هل ما شنو قاعد يواقف في الفريق روح بيتك يلا روح تبع شنو في شنو شنو في يلا روح بيتك روح بيت روح يلا هاي 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 ما في احد يا علي يا علي دبابه دبابه مو ما صارك شيء رجال لا 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 اشوف شفت دبته مستويه من هالمخزي الله يغربني كانه واحد راش فينا فلي ما صادق شيء يا رجال هالشيء الضربة فيي ولا فيك يا رجال لا الله لا يبارك الابيضاني هالباكستاني مستوي من خيرات البلد اي والله إيه هذه الجيره العدله احنا لازم نوقف نصير يد واحده علشان نمنع هاي السلوك الخاتم من بعض الاجانب اي والله صدقت يا الجار واحنا بعد نرجو من اصحاب الاملاك الله يخليكم وزيد خيركم وزياده ان شاء الله اللي عندهم بس ما تاجرون العزاب وسط البيوت العوائل ترى واجد مشاكل واجد مشاكل صايرة ونرجو منكم المساعدة فضل. اي والله رحم الله والديك انا ما قمت اجرع اطلع اولادي من هالهنون هالبنغالية خلي ايدنا واحدة ضد على الهادات الكريهة اي والله اي والله اي والله اي والليلة الليلة يا ابو محمد مولد بطلة كربلاء سلام الله عليها سلام الله عليها اي ما تحب مو حافظ شي سمعنا يا ابو محمد لا لا ولا ما انا حافظ شي لا قول له لو بيتي ما
ما في إلا الصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد محمد. نشكر فرقة نور الزهراء الإسلامية على هذا العرض الرائع، ونتمنى لهم التوفيق والاستمرار في خدمة أهل البيت عليهم السلام.